توصيل الغاز الطبيعي للمنازل سمة من السمات الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية التي تسعى إلى وصوله إلى كافة ربوع مصر. ولأن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يتابع باستمرار الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، كانت الإنجازات تأتي متتالية في هذا المشروع العملاق، ومن ضمنها توصيل الغاز الطبيعي إلى 27 مدينة وقرية لأول مرة خلال عامي 2016-2017. احنا في الفترة اللي فاتت يمكن يعني نقدر نقول انه في اخر 3 سنين وصلنا اكتر من 2.2 مليون وحدة سكنية من 8.2 مليون وحدة سكنية، لان احنا النهاردة العدد الاجمالي للوحدات. احنا وفقا للاحصائيات بتاعت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اللي يبقى باقي نقدر نقول من الوحدات اللي نستطيع ان احنا نوصل لها غاز طبيعي هي حوالي في حدود 5 مليون وحدة. ليه بنقول كده؟ لان دي الوحدات محسوبة على اساس الوحدات اللي وصل لها الصرف الصحي، لان احنا كغاز طبيعي ما نقدرش نبتدي نوصل غاز طبيعي للمنازل الا لو كان الشوارع والمنطقة والمركز او المدينة اللي احنا بنشتغل عليها يكون وصل لها صرف صحي. فاحنا بنتكلم في 5 مليون وحدة. احنا النهاردة كمان في نفس الوقت فيهم اولويات، لانه طبعا لازم الاولوية بتتحط، والكثافة السكانية، وكمان بالتنسيق مع المحافظات والمحافظين في على مستوى الجمهورية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا احنا المعدلات اللي كنا شغالين بيها ارتفعت. كنا لما بدأ المشروع في الثمانينات كنا بنعمل 50,000 وحدة في السنة، ثم بعد ذلك في التسعينات كنا بنتكلم او بعد كده كمان يمكن في الالفينات كنا وصلنا ل 250,000 وحدة سنويا. من اول 2011 ل 2014 كنا بنعمل في حدود 550,000 وحدة سنويا. النهاردة احنا بنتكلم في متوسط 650,000 وحدة سكنية بنقدر نوصل. احنا طبعا بنستهدف ان شاء الله ان احنا نوصل في حدود مليون وحدة، بس عشان نوصل مليون وحدة سكنية في السنة محتاجين طبعا الاول ان احنا نستكمل زي ما بقول لحضرتك الاماكن ونعمل لها اولويات اللي هي وصل لها صرف صحي، ثم ان احنا لازم نكون تنسقنا مع المحافظين على الاولويات عندهم بالنسبة للتوصيل، انهي مراكز الاول او انهي مدن. في نفس الوقت احنا لازم نكون استعدينا بشركاتنا، ولكن احنا عموما السنة دي احنا بنتكلم على يعني من هنا لغاية نهاية السنة نقدر ان احنا نتكلم في حوالي 500,000 وحدة تانيين ان شاء الله بحسب السنة. انا بتكلم عن سنة مالية اللي هتنتهي في 30/6/2018 ان شاء الله، واعتبارا بقى من 1/7/2018 احنا بنسعى واحنا مجهز نفسنا من دلوقتي على ان احنا نبتدي نوصل في حدود المليون وحده ان شاء الله، وناخدهم كده على طول سنه ورا سنه، بحيث ان احنا بنتكلم في هذا المشروع يعني في حدود مثلا 4 سنين ولا حاجه نكون قدرنا نوصل يعني كافه المنازل المؤهله لذلك، لانه ممكن يكون في منازل مؤهله لتوصيل الغاز الطبيعي برضه، ولكن اصحابها مثلا قافلينها، مناطق مصايف او اماكن لسه ما حصلش فيها الناس ما نقلتش، يعني جهزت البيوت لكن ما نقلتش فيها، بالتالي ما فيش كثافه، فبتخضع برضه لمعايير اقتصاديه في نفس الوقت. لكن ما فيش شك ان احنا جزء من خطه الحكومه في الالتزام بالعداله الاجتماعيه، هو ان احنا برضه نوفر هذه الخدمه لكل ابناء الشعب المصري في كل المحافظات على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. 800 جنيه ستكون زياده على المبلغ المطلوب لتوصيل الغاز الطبيعي للوحده السكنيه، لكن تلك الزياده لن يتحملها المواطن وستتحملها الدوله. ده جزء من التكلفه اللي الدوله بتقوم بيه، فالمواطن مش هيدخل في هذا في هذه التكلفه على الاطلاق. فجزء اللي بيساهم بيه المواطن هيفضل زي ما هو اللي هو 1850 جنيه، يعني دول ما عليهمش زياده، انما الزياده دي احنا كدوله زودناها نتيجه زياده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وبالتالي بعض المكونات المستورده في هذا المشروع زادت، وبالتالي اضطرينا ان احنا نزودها للشركات
العاملة في مشروع توصيل الغاز للمنازل علشان يبقى تقدر تكمل. فإحنا قدرنا نزود هذا المبلغ والدولة هي اللي تتكفله، بس عايزين ندي دفعة علشان برضو يبقى فيه يعني رقم أو تكلفة المشروع تبقى بتعبر عن تكلفتها بالنسبة لشركة الشركة المنفذة أو شركة المقاولات اللي بتقوم بهذا المشروع في المنطقة المسندة إليها. ولكن بأكد تاني أنه المواطن مش هيتحمل أي جنيه زيادة عن المبلغ اللي معلن عنه اللي هو 1850 جنيه، بس مفيش غيره، والباقي أي زيادة هتكون الدولة اللي هتتحملها. توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كان حلما يراود الكثيرين، لكنه أصبح حقيقة بفضل جهود وزارة البترول والثروة المعدنية التي تقدم خدماتها للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. أحمد أبو علم للتلفزيون المصري.